كما حرص الأقباط في محافظة الغربية على الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كنيسة ماري جرجس بطنطا، وأدوا صلواتهم في ظل حراسة أمنية مشددة، حيث انتشرت المدرعات ودوريات الشرطة بمحيط الكنيسة. شدد الأقباط الذين حضروا الصلاة على أنهم سيواجهون الإرهاب، وأن الإرهابيين لن يزرعوا الخوف في نفوسهم، وحضورهم هو أكبر دليل على فشل مخططات المجرمين.